بخطى ثابتة يتجه الجمركي فيصل رمضاني ابن ولاية الطارف إلى مقر عمله كل يوم بمفتشية الأقسام للجمارك الجزائرية، وكله عزم وحيطة على تقديم الأفضل وبمجهودات إضافية ما أهله إلى الظفر باحترام وتقدير الجميع. علاقتي في العمل مع زملائي يسودها الحب والاحترام المتبادل، لكوننا نعمل كعائلة واحدة وهدفنا واحد، خدمة الاقتصاد الوطني وحماية الوطن. شعارنا في هذا الاحترافية، السرعة والسرية. يعتبر العريف رمضاني فيصل العامل بمصلحة الإشارة بمفتشية أقسام الجمارك بالطارف من الأعوان المثاليين، وهذا من حيث الأخلاق العالية، الانضباط في العمل، يعمل باحترافية، لديه روح المسؤولية ولديه حب العمل، وفي الأخير أؤكد على النقطة الأخيرة هذه وهو روح المبادرة. تجده هنا وهناك، سيما وأن مصلحة الإشارة تعد من بين أهم المصالح التي تربط بين جميع مختلف المصالح الأخرى بالمفتشية، والتي ترتكز على أربعة وسائل يتحكم فيها فيصل بطريقة احترافية. مصلحة الإشارة بمفتشية الأقسام للجمارك بالطرف، عصب العمل والاتصال، وتعتمد على أربع وسائل اتصال تتمثل في محول الهاتف، جهاز الفاكس، جهاز التيليكس، وأخيرا أجهزة اتصال لاسلكي. الجمركي فيصل رمضاني مثال للتفاني في عمله، يؤكد على أن المهنة تقتضي عليه العمل، السرية، الاحترافية والسرعة.